ديالي مسكين عام، خوتي عادي فات كورونا ما خدام ما ردام، ثلاثة الوليدات الصغار، يلا خدم في الطاكسي وقع ليه مشكل مع واحد على بارشوك ومسكين تيهز داك الشيء لقلبو. واش غنقول لكم، لا اله الا الله محمد رسول الله. وسوء تفاهم مع واحد الشيفور ما عرفناش دابا المشكل كيداير، فهمتي داكشي باقي عند البوليس، ما عرفناش شنو كاين دابا. البوليس هو اللي غادي يقول الامر ديالو الكلمه ديالو الاخيره. باش لقيتوا الخبر ديال الوفاه ديالو؟ عيطونا الناس، لقينا تا الزفره بينا نسداو السبيطار بوافي وتوفى خويا تما، خرجت لي كشكوشه من فمو. عنده اخويا ثلاثه الوليدات وعنده بنيه يلاه زايده بثلاث شهور وما عنده بدون ما عندوش الوضعيه الاجتماعيه والو اخويا والو، مسكين ما عندوش، عنده الله سبحانه. تا هذوك الوليدات تا هما بقاو يتامى. كيفاش كانت العلاقه ديالهم مع خوتو مع ولاد؟ الله يعمرها دار، الله يعمرها دار، اطيب خلق الله، الصلاه والعباده والوقت ما تيفوتوش. مسكين تا هو هادشي مقسمو، الله ما عندنا ما نديرو، جات من عند الله مرحبا بها. دابا باقي ما عرفتوش شنو؟ ما عرفناش اخويا، باقي ما عرفناش، الكلمه تتبقى التشريح الطبي هو اللي غادي يقول لك شنو كاين. انا مازال اخويا ما دفناش، تنسناو دابا يعطيو ونطلبوا الله يجعل الله خير. امين امين امين، الله يواليه برحمه الله، انا لله وانا اليه راجعون. دابا عنده شي ضربه في الطوموبيل، تناقروا عليها بجوج، ما عرفت تيقول دفعوا شي، تيقول كل واحد واش تيقول والله اعلم. كان هو تيخدم في العلاس وهاد الشيء هذا، كان تيخدم خويا السرباي مع كوفي برك، مسكين كان تيعاني بزاف، مسكين تيعاني، لا من ما يرحمه الا الله سبحانه. وثلاثه الوليدات صغار هما بقاو يتامى دابا، ما كاينش اللي يعطيهم، ما عنده لا لاكيس لا راميتيه لا والو. مسكين راه كيعاني خويا، ما كاينش يا خويا. انا براسي انا شيفور طاكسي، ما عندي لا لاكيس لا راميتيه لا والو، الا برك نمشي نطلب نجيك من الاخر، حرفه عندنا غير مهيكله. استغلوهم وصافي. صراحه هادشي خويا اللي عطا الله. انا وصلت تقريبا تنطلع على 70 سنه، ما عندي لا تغطيه صحيه، ما عندي والو، لا طبيب لا والو، الا بركت اخويا نمشي نطلب والو. قارو يدوخ فيها. وانا دابا انا تتشوف الحاله ديالي كي دايره، انا راه كبرت، الا بركت قلت لك ما كانش يعطيني درهم، درهم هو الاخر ما كانش يعطيه لي، العون من عند الله، والله ينصر سيدنا والله يخلي لنا سيدنا. شكرا.